طب كابتن طارق، بكره في تشكيله الزمالك، الزمالك هيلعب ازاي من وجهه نظرك قدام سموحه؟ هو مش هيغير ايه بقى؟ يلعب ثلاثه ولا اربعه؟ هو الراجل برضه عشان نبقى احنا بنتكلم بقى كوره وفنيات. لما تيجي تشوف الماتشين اللي فاتوا بتوع الفرقه الافريقيه فلومبي عمل حاجه غريبه جدا. الشوط الاولاني كان بيبتدي 3 4 3، الشوط الثاني يبتدي 4 3 3. انا بقيت شويه متلخبط. طب انت شايف ايه الافضل؟ ما انا جاي لك اهو. انا اللي فهمته من الراجل ان هو خد الماتشين الاخر دول كانهم فتره اعداد وماتشات وديه لنادي الزمالك. اللي انا بجرب الطريقتين دول لان انا عندي كمان اوراق جديده داخله عليا. صح. هل وجود عمر جابر يخلينا نغير طريقه اللعب من 3 4 3 ل 4 3 3 واحط عمر جابر بوكس بوكس مع زكريا الوردي ووراهم اشرف رؤى او امام عاشور ما حققتش نجاح معاه. عشان كده تلاقي في اخر الشوط الثاني في الماتشين رجع لثلاثه ثاني ورا. فهو الراجل مش هيغير طريقه ثلاثه، هيلعب بثلاثه لان هي اللي محققه معاه الـ الشكل اللي هو عايزه ومحققه معاه النجاعه الهجوميه اللي هو مستنيه. صح. مع التامين الدفاعي الجيد جدا. مفيش حد بيعرف يخترق الزمالك بسهوله في طريقه 3 4 3. في نفس الوقت انت بتهاجم كويس جدا كزمالك في طريقه 3 4 3. فمش هيغير. هي الافراد هي اللي هتتغير في الشكل. هل بكره يبتدي عمر جابر باك رايت مكان سيد نيمار ويبتدي بزكريا الوردي واشرف رؤى ويحط امام عاشور هاف ليفت مكان اشرف بن شرقي وزيزو والجزيري؟ هل يبتدي بسيد نيمار ويحط، بس هو عنده مشكله بكره في الهاف ليفت، في حته الهاف ليفت. هل مين اللي هيكون هاف ليفت عنده؟ عندك نضاي مش موجود، مصطفى شلبي لسه ما دخلش. مع الحل اللي قدامي انا كطارق السيد وانا بعيد عن الفرقه وما بشوفش تمرين، حاجه واحده بس. هي ان هو احط امام عاشور هاف ليفت بكره. ده وجهه نظري الشخصيه. هو بيفاجئنا في بعض الاوقات بحاجات لا متوقع. صح. هل ممكن يزق يوسف سمنه بيه؟ هل ممكن يخلي فعلا امام هو اللي يلعب؟ عندك شيكابالا كمان، شيكابالا يبتدي فعلا هاف رايت ويحط زيزو هاف ليفت. عنده المرونه. صح. ان هو يحط الاسم اللي هو عاوزه. صح. انا لو طارق السيد مسؤول حط امام عاشور هاف ليفت عشان ده مركزه الاساسي اصلا. الله ينور. الناس هي القصه. هو دي. ابدع جدا في 8. صح. انما اصلا امام عاشور هاف ليفت. صح. فانت ما عندكش مشكله. عشان كده لما تيجي تبص اقرا كده صفقات الزمالك جاب كام لعيب ديفندر؟ زكريا الوردي، دونجا، عمرو السيسي. ثلاثه. وممكن تضيف عليهم عمر جابر كمان. وعمر جابر معاهم أربعة. ماشي. وإمام عاشور لو هنقول خمسة. أشرف رؤى موجود ست. صح. طب هل هو الراجل بيلعب باتنين بس ديفندر في 3 4 3 4 3 هيخلي الست دول، هيجيب الست دول؟ لا، هو أكيد 100% عايز يحل مشكلة أشرف بن شرقي مشان أشرف بن شرقي بإمام عاشور. بإمام عاشور. وخلي بقى أي حد من الناس اللي موجودة سواء دونجا سواء سيسي سواء أشرف رؤى سواء زكريا الوردي هم اللي اشتغلوا في حتة الاتنين الديفندر اللي معاه. فعشان كده أنا متوقع توقع كبير جدا إن إمام عاشور هيرجع لمركزه الطبيعي في حتة الهاف ليفت ويشتغل زي ما هو كان شغال. كمان إمام لما هيبقى قريب للجون هيبقى أميز بكتير جدا من حتة، على الرغم إن هو أبدع تاني في حتة التمانية. بس لما يبقى قريب للجون لعيب شويط بيقطم لجوه وبيخش وبيشوط وبيجرب ويعمل العكسيات بشكل كويس جدا، عنده المقدرة إن هو يلعب في حتة بشكل. الزناري ياخد مكان حد من الثلاثي الدفاعي؟ مصطفى الزناري؟ أعتقد هتبقى بالنسبة له هو قناعاته بالمسلوسي كبيرة. قناعاته بالونش قوي. ما فيهاش كلام. قناعاته بحسام عبد المجيد، بس هو حسام عبد المجيد ما اعتقدش ان هو موجود عشان راح منتخب اولمبي. انا بكلمك بشكل عام الثلاثي اللي يبقوا في الدفاع. حسام عبد المجيد موجود لسه ما راحش المنتخب الاولمبي. يبقى بس انا بكلمك بشكل عام، شايف مين الثلاثي؟ مش بتكلم بس على مباراه بكره، الثلاثي اللي هيبقى امثل من اللي موجودين. انت عندك حسام عبد المجيد وعندك الونش وعندك دلوقتي حمزه المسلوسي كما يستخدمه فريرا وعندك محمد عبد الغني وعندك مصطفى الزناري. بص، هو في حد هيتظلم. هيتظلم بدون قصد.
عشان برضه نبقى ايه يعني في حد يعني مثلا انا من وجهه نظري ان عبد الغني عمل مع الراجل حاجات بتغيير مكانه من سيرد باك ان هو يلعب ديفندر، وبعد كده احتاجوا سيرد باك يعني ايه احتاجوا في حتت كتير وعمل معاه اللي هو ايه اللي هو سد في المكان اللي هو بيلعب فيه. فانا شايف ان لو عبد الغني هيقعد هيبقى فيها سنه ظلم في الكوره، مش هو ما يقصدش ماشي، انما الاقرب لوجهه نظري هو هيبقى على حسام عبد المجيد لانه عنده قناعه بيه كبيره جدا جدا جدا، خاصه كمان ان حسام دلوقتي كمان بيطلع في الكوره الثابته وبينفذ او بيطبق شغل التكتيك في الكوره الثابته بشكل كويس جدا وبيعرف يجيب اجوان. يبقى حسام عبد المجيد ضامن مكانه، الوينش قول 100% ضامن مكانه، هيبقى اللعب ما بين عبد الغني والمسلوسي او الزناري واحد منهم هيركب. هو اللي انا عارفه من جوه ان الزناري الراجل مقتنع بيه جدا جدا. هل هيدفع بيه؟ ممكن. هل هيصبر على الزناري ويخلي نفس الكلام المسلوسي هو اللي بيلعب ناحيه الرايت عشان يغطي ورا الباك رايت لان ده مركزه الاساسي؟ بص هو فيريرا في حيره وفي ميزه. في ميزه انه عنده اوراق كتير يقدر يلعب بيها في اي وقت. الحيره ان هيدي مين دلوقتي وهيجي على مين دلوقتي.